السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أصدقائي، معكم أيوب أو يوبي. واليوم أتيت لكم بمقطع خفيف وظريف، بحيث سوف نقوم بالبحث عن طائرة قديمة أو طائرة ورقية من صنع على ما أظن ليوناردو دافيتشي أو شيء كهذا. دعونا الآن لكي أريكم مكان تواجدها ثم نذهب إليها بالأول يا شباب. حسنا، أظن بأنها في المطار القديم يا شباب، وهو بعيد جدا عنا، لذا سوف أحتاج إلى شيء لكي أقوم بركوبه يا شباب. مثلا سوف أقوم باستدعاء الصيام. بهؤلاء الناس يا شباب، مما هم خائفون؟ لا أعرف صراحة مما هؤلاء الناس خائفون يا شباب، ولماذا يركضون، لكن لا يهمنا الأمر. دعوني الآن أقوم باستدعاء سيارة ما يا شباب. أظن بأنني سوف أختار هذه السيارة لأنني أحبها يا شباب، سيارة بوليت يا شباب. فهيا لكي ننطلق. بداية يا شباب، إن أنا عجبكم المقطع فأتمنى منكم ألا تنسوا دعمنا بلايك، واشتركوا في القناة إن لم تكونوا مشتركين، وقوموا بدفع زر التنبيهات كي تمثل بكم كلما نزلت مقطع جديد، وانشروا المقطع مع أصدقائكم. فهيا لكي ننطلق. هذه الطائرة يا شباب هي طائرة ورقية قديمة يا شباب، يعني الطائرات الأولى يا شباب، ليس فيها أي محرك ولا أي شيء، هي تعتمد فقط على القفز والرياح كذلك. حسنا يا شباب، وأخيرا وصلنا إلى المطار القديم، والآن دعونا الآن لكي نرى أين توجد هذه الطائرة القديمة يا شباب، الطائرة التي أخبرتكم عنها. انظروا معي، ليست هذه ولا هذه، إذا أين هي يا شباب؟ حسنا، هذه مشكلة، سمعت أنها موجودة هنا، لنرى هنا يا شباب. أو لا أستطيع. حسنا، هناك. لحظة، لا، ولما هذا الباب لا يريد أن يفتح؟ هذا غريب، عادة هذا الباب يا شباب يفتح، شكلها مخيف قليلا يا شباب. هذه هي الطائرة التي أخبرتكم عنها يا شباب، شوفوا معي، الطائرة الورقية القديمة يا شباب، يعني الطائرة الأولى. حسن، دعونا الآن لكي نركبها. حسن، واو جميل جدا، انظروا معي يا شباب، هذا هو شكلها الجميل. والآن بإمكاننا يا شباب أن نقوم بركوبها، لكن أظن أنني في حاجة إلى مكان مرتفع يا شباب لكي أقوم بالقفز منه، لكن كما ترون هذه الطائرة يا شباب فهي تحتوي على النفاثات يا شباب، انظروا معي، فربما دعونا لكي نرى. لم أعد في حاجة إلى مكان كي أصعد منه. هذه الطائرة تشبه الجيت باك يا شباب، شوفوا معي، يا سلام عليك. جميل جدا، أرأيتم يا شباب، هذه هي الطائرة الورقية الأولى، أظن بأنها من صنع ليوناردو دافينشي، هذا ما يقولونه الأجانب، لكن أول من صنع هذه الطائرة يا شباب فهو عباس بن فارناس يا شباب، العالم المسلم العربي يا شباب، لكن اختراعه يا شباب نسبوه إلى الأجانب. وكما ترون هذه هي طائرتنا يا شباب، حتى أنه يمكننا إطلاق النار منها يا شباب، شوفوا معي، يا سلام. بإمكاني تفجير هذه السيارة. لحظة، أوه قتلت الرجل المسكين، لا أصدق، أساسا كنت أريد تفجير هذه السيارة يا شباب، شوفوا معي، واو رائع جدا، حصلت على نجمة، يا إلهي. ما رأيكم إن ذهبنا إلى حي الجروف ستريت أو حي البالاس يا شباب؟ هناك العديد من العصابات البالاس يا شباب، على ما أظن سوف نقوم بقتلهم يا شباب بهذه الطائرة، وسوف نحاول الهرب منهم يا شباب. اوكي، هذا الجو يبدو جميلا جدا شباب، والطائرة ايضا تبدو واضحة تماما، شوفوا معي، هذه هي طائرتنا. حسنا، اوكي، لكن لحظة، انها الشرطة، انظروا معي، انها الشرطة يا شباب، تعالي، لا استطيع التسديدة جيدا يا شباب من هذه الطائرة لانني اول مرة اركبها، لهذا لا أجيد التسديدة منها يا شباب جيدا. حسنا، يجب علي التدريب قليلا يا شباب حتى أستطيع يعني التسديدة بشكل أفضل. حسنا، يلا موت يا أخي، موت. أجل، لقد استطعت قتل ذلك الشرطي يا شباب بسهولة، ماذا عن هذا؟ حسنا، هذا أيضا لا أستطيع قتله. اوكي جيد، اظن بانني قد بدات افهم يا شباب. حسنا، كيف يعمل هذا الشيء؟ لا تقولها، حصلت على 4 نجوم، اوه لقد اتت الطائره،
لقد أتت مروحية الشرطة. يا سلام عليك، شوفوا معي. حسنا حسنا، لا 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 لا، سوف تسقطني يا شباب، سوف تسقطني. أنا أستطيع يا شباب تفجيرها؟ لا أظن ذلك، لأن تفجيرها أمر صعب جدا. لا أصدق، لقد قمت بتفجيرها حقا، لا أصدق يا شباب. شوفوا معي يا شباب، حسنا دعوني دعوني، هل أستطيع العبور تحت هذا الجسر؟ حسنا لنرى لنرى. انتبه 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 انتبه، يا سلام، شوفوا معي التوازن، شوفوا معي التوازن. شوفوا معي، يا سلام. اوه، هذه البحيرة المخيفة يا شباب، احيانا تتواجد هنا وحوش مخيفة جدا يا شباب، لكن اليوم لا اظن بان هناك وحشا مخيفا يا شباب. حسنا حسنا يا شباب، كما ترون لقد اتيت الى هذا البرج يا شباب، لذا سوف اقفز من على هذا الشكل، انظروا معي، ومن هنا الان سوف انطلق الى حي البالاس يا شباب. حسنا، لكن لا استطيع المشي، لا اعرف لماذا. اوه، لانني مرتفع كثيرا يا شباب. حسنا، يجب علي الاقتراب من الارض قليلا لكي استطيع المشي. حسنا على هذا الشكل، شوفوا معي، يا سلام عليك، جميل جدا. حسنا، من اين سوف اتجه؟ من هنا. حسنا، هذا هو حي البالاس، لكن كما ترون لقد اصبح حي الجروف ستريت، ولا اظن بان هناك عصابة من البالاس يا شباب، لاننا قمنا بالقضاء عليهم سابقا يا شباب، وكذلك العصابة الفاغوس، لا اظن بانني سوف اجدها في هذا المكان، هذه هي منطقتها، لكن لا اظن بانني سوف اجدهم هنا. حسنا، اين هم؟ اوه، يوجد هذا تاجر المخدرات هذا. لقد قمت بقتله بسهولة يا شباب. حسنا، هذا ايضا حي الخاص بالبالاس يا شباب، لكن لا يوجد هنا ولا واحدا منهم يا شباب، لاننا قمنا بقتلهم، وطبعا يوجد تاجر المخدرات هذا يا شباب، علي اغتياله، جميل جدا، يا سلام عليك، والله هذه الطائرة مرة مذهلة جدا يا شباب، وأنصحكم يا شباب بتجربتها، وسوف أضع لكم رابط الموضة الخاص بها يا شباب لمن يريد تجربتها وركوبها. وكما ترون هكذا وصلنا إلى حي الجروف ستريت بهذه الطائرة. كما ترون هذه هي طائرتنا يا شباب، دعونا الآن لكي أنزعها. حسنا، أين هي؟ اختفت يا شباب، بصراحة لا أعلم أين اختفت، لكن يمكنني إظهارها. حسنا، البحث عنها في هذه القائمة. حسنا، أضم هكذا على هذا الشكل، نعم، ويمكنني إزالته. حسنا، أوه حسنا، عندما أقوم بنزعها يا شباب فإنها تختفي، لا أعرف صراحة لماذا. عموما كما ترون هذا هو مقطعنا لليوم، فأتمنى أن ينال على إعجابكم، وأتمنى أن لا تنسوا دعمنا بلايك، واشتركوا في القناة إن لم تكونوا مشتركين، وقم بتفعيل زر التنبيهات لكي تتمثل بكم كلما نزلت مقطع جديد، وساعدوني في نشر المقطع مع أصدقائكم. أراكم في المقطع المقبل إن شاء الله، كان معكم أيوب أويوبي، إلى اللقاء.